لا اليوم ضبطي الشغل مره ما شاء الله تبارك سبحان الله حتى تغير من نفسيه الحاجات اللي كذا يا ولد. الو الله يرحم امك طفى. الو إيه؟ بدون صدى عادي حط سبيكر بس بدون صدى. ايه لكن شو اسمه ما كملت الان، لو تكمل ممكن يتغير الموضوع. انت تتكلم عن ايش؟ تتكلم عن الكراسي دي. تخلصت من الكراسي على المنطقه؟ لا كنت تسولف عن قهوه وانتقلت انا للكراسي، انت جلست بكيفك. بعدين انا خايف اغلط، وين القهوه والشاي؟ شوف اي شيء اي ترمس تشوفه قدامك صغير ادري انه قهوه. طيب لا خلها هذه قديمه. ها؟ هذا كم؟ كبر بعض ذولي. يا عم عاد شكلي ماهر جاي فاضي. والله تورطنا. لا 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 عندك شاي خذ ذي. قاعد تخيرني الحين؟ استريح استريح استريح. استريح استريح. وين بدر اليوم؟ بدر بيجي. طب ما تقرب عندي عشان تحلي بالمره. ولا تدري تبع العلم يجيك الحل يجيك. يجيك الحل الحين. تبع العلم صدق؟ اي والله بالعلم. والله اني ما عادني في الحلا، اليوم دابسها في الحلا لين دخلت. ليه؟ شلون ليه؟ تقوم تقوم. هلا شو تسوي؟ اليوم ما في حلا ما مرينا عليه. ثلاثة بس. هلا وش؟ أول شيء بعطيك اسمه وأنت علمني ليش سمي كذا. طيب وش اسمه؟ هذا يسمونه بلح الشام. بلح الشام؟ إيه ليش؟ يعني بلا حشام. لا 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 لا. ها؟ بلح. بلح. الشام. بسم الله. صدق والله. أيوه. تدري ليش سموه بلح الشام؟ إيه. بلح الشام. يا ولد. بدر وين راح؟ دقيقة بعلمك ليش سموه بلح الشام. الله انه يدوخت خلاني. هذه بلبس. انا صدق سموه بلح الشام لان كلمة بلح مفردة بلح مأخوذة من الشام. لا لا من ملح. تحس انها مالحة؟ فيه لا تقول لا تكفى. اي قول كيف فيه. اي فهم ناويين يسمونه ملح الشام. ملح الشام. قالوا ايش؟ هو كان مسكوم اللي بيسميه. ما يقول ملح بلح. الله يشفيك. تقهو بس. كلها يا اخوي. ايوه بطني مليان اللهم لك الحمد والشكر. بس عافية ابو فواز بس اسمك. ابو عطا الله. ابو عطا الله. الله يعافيك ابو عباس. يا بدر. يا بدر والله ما تخونك ما ناسبك. اليوم جايبين ضيف. لا لا. اي والله. من هو؟ ها؟ من هو؟ إذا جاء تشوفه؟ أعرفه. أرسلني قبل شوي يقول بجي حول القناة بس الظاهر إنه ضيع، لكنه إيش؟ أعرفه أنا ولا؟ على الوصول، إيه طبعاً تعرف. أول حرب وش؟ ها؟ أول حرب وش؟ أنت تعرفني أنا ما أقول حروف. أنا عشان كذا قلت لك. أنا ما أقول حروف على طول. أم على طول جاء. لا أنا ما جاء. كيف ما جاء؟ موجود هو. على طول موجود. لا بس اليوم. اي والله. والله انا غيرت من سبحان الله يا اخي. تدري 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 ان الاشياء هذه مرتبطه بالنفسيه؟ اكيد. اغلب الناس تدري ان الالوان مرتبطه بالنفسيه؟ الالوان؟ ايه. صح. ليش المطاعم يحطون اللون الاحمر؟ ليش المطاعم يحطون ليش؟ واللون البرتقالي تلاحظه في المطاعم ولا لا؟ اي لاحظته صراحه. لانك انت وانت جوعان وشفت لون احمر يطري عليك على طول شيء طازج، اما لحم ولا دجاج ولا سمك. تسوق دجاج ابيض. بس اذا حطوه في الشوايه. ابيض. الغلاف حقها. انت قصدك سبايسي. اي يا رجل. ما قلته. لا صدق طيب ستراجل. برتقالي خلاص احمر اتفقنا يلا برتقالي. أنا ما قلت لك أنا سوداء. لا سبايسي برتقالي. قبل شوي قلت لك أنا؟ قلت سنة على أحمر سنة برتقالي. تم، طيب الأزرق؟ لا الأزرق أتكلم عن إيش؟ أتكلمك عن المطاعم. كجلسة المجلس مثلا ليش الأزرق؟ أنا أعلمك. ليه؟
مو بالحين اغلب الناس اذا طفش وش وذا يروح للبحر. حلو صح؟ ايه. ليه؟ عشان يغير نفسيته. يغير نفسيته، جابوا لك لون كانه لون البحر. طيب هذا وش دخله؟ انا كيف انا الكنب هذا لون اللنج. لا اه لا لا هذا لون الكبير اللي عند البحر. ايه صار كمان الناس لون ذا. لا سلق هذا مو بسولف. بس معلومة صدق، ترى معلومة صدق. وش هي؟ الالوان لها علاقة في النفسية. والله اني صادق انا، ترى صدق المعلومة قبل شوي بعدين صادق فيها. تكذب. حكت المطاعم. حكت المطاعم. والله ما سلقتها. والله العظيم اني صادق. اني قاريها يا طويل عمر السلام. طيب. انا قلت معلومة دائما انزل الايميل. يلا تفضل. المطاعم دائما يستخدمون اللون الاحمر ليه؟ لانك اذا شفت اللون الاحمر تذكر على طول الوجبات. ما له طيب ايش علاقتها؟ ما في وجبه حمراء يا اخي. سبايسي كنا قبل شوي. مو بحمر. برتقالي. طيب. مو برتقالي زي ذا. مشكلتك انا قلت احمر وبرتقالي. طيب اقول لك حاجه. اسلم. مطاعم احمر. حلو. قهاوي قلنا ايش؟ الازرق والبني صح؟ المجالس، المجالس. تفتح مجلس تطلع من التجارة هو، كل من التجارة أنا. كافي يعني؟ الكافي. طيب. الكافي دائما يا بني يا أسود يا أزرق، ليش؟ يا بني يا أسود يا أزرق. البني واضح، البني القهوة. تم صح، أزرق قلناها. أزرق البحر. أسود. إذا القهوة كان محروقة. لا. شو اسمه؟ الصاج اللي يسوون عليها ما يسوون، ما في قهوة صاج. نقلقل هو. تضحك. ليش اسود؟ كلمك صدق، ليش اسود؟ دقيقة انت خليني شوف، خليني اطلق خيالي. شغل خيالك هذا اذا عندك شيء اصلا. ما معه شهادة. من هو؟ خيالي. خلي الطقطقة، ليش اسود؟ لا اكلمك جد. الكاكاو؟ لا انا اعلمك. ليش؟ اللون الاسود غالبا حقين القهوة يحبون الليل والظلام والاشياء هذه. والله اني بغيت اقولها. والله العظيم. بغيت اقول الليل قلت خاف اطقطق علي. لا صدق. الليل؟ يحبون الليل والظلام وكذا، الليل فيه اللون الاسود فيه هدوء. عارف؟ طيب. فيه وحشة بس فيه هدوء. طيب ما اقول ان اللون الاسود اللون الفخمين. وحقين القهوة فخمين دائما. لا اتكلمك مو عن الليل، اتكلم عن اللون الاسود انه مو يوضح لك صورة الهدوء، يوضح لك صورة الفخامة. أنت تكلمت عن الأسود إنه للهدوء، صح ولا لا؟ وللفخامة مو كل شيء. بس للفخامة يعني. يعني هدوء وفخامة. هدوء وفخامة، مزاج، واحد يفكر. والله صدق طلع كذا تفكير. تخيل تجلس كافي أصفر. تطلع على طول. تمشي، تطلب القهوة وتمشي، سفري. طيب ليش قلت أصفر؟ عشان نصر يعني؟ لا والله مو عشان نصر، بالعكس. بس اللون الاصفر دائما فاقع حق العاب. صح صدقت. ايه والله اللي دخلت كذا محل العاب القدام عند مصر تلقى اكثر شيء اكثر لون اصفر. اصفر حق العاب، حق حركه. اللون الاصفر شيء حركي. عشان كذا قلنا ويش؟ عشان كذا اغلب الكافيهات تدخل تلقى اسود مع بني محروق. عارف؟ طيب الكافي قبل شيء مو اسود يا اخي. والله اليوم مشكله، ما غيرت الشراب.